سهل. روح روح طول بالك طول بالك حبيبي طور روحك انسى همومك بيك مرسومك في شهر الخير ارسم بسمه وكلمه حلوه وشغل عقلك بالفوازير طور روحك انسى همومك بيك مرسومك في شهر الخير ارسم بسمه وكلمه حلوه وشغل عقلك بالفوازير رمضان يانا. مشاهدينا ومعنا أصغر رابحة في البرنامج اللي جاوبت صح على أصعب سؤال اللي قاعد معنا حلقتين وما حدا عرفه والجواب كان ما اسم القطة ما اسمها اسمها ما هذا اسم يا ياباني يا صيني الله أعلم شو اسمك مريم بشير مصاروي وكيف حلتي أنا بالأول ما كنتش عارفتها هسا فكرت فكنت أقول إنه ما اسم القطة فجأة خطرت عبالي إنه ما اسم القطة يعني اسمها ما اسمها ما وجاوبت لحالك وانت عارف انك ربحت هدية طيب الهدية من مصانع عيدين عبارة عن معلبات يعني بتظلكم من هون لبكفوك كم يوم برمضان ايش بكفوك كم يوم في رمضان مناح معلبات مناح رح نعطيك الهدية من عيدين وبتعرف تطبخي لا شو استفدنا العاد انك تطبخي من المعلبات جبناها طب انا بطبخ بالدار امي وانت بتساعديش مبلا بساعد بتساعدي طب انت بتفتح العلبة وهي بتطبخ ماشي ماشي يلا رمضان كريم والف مبروك علينا وعليكم الله يبارك فيك مشاهدين احنا متواجدين في حلويات القدس ومعنا هنا مشترك جديد السلام عليكم وعليكم السلام تعرفين على حالك لما بدحي لما بدحي شو اشتريتي عجينة القطايف يعني انت لك حظ في احتمال إذا بسألك هذا السؤال تربحي كمان كيلو حلو جاهزة؟ جاهزة أنت بتعلمي ولا خلصتي؟ لا صف ثامن بتعلم صف ثامن أي مدرسة؟ ابن سينا ابن سينا هي مدرستي معناته لازم أربحك طيب ما هي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم؟ ليلة القدر بدك احتمالات؟ متأكدة ولا شو؟ متأكدة؟ لا خلص متأكدة بدون احتمالات يعني؟ بدون وإجابة صحيحة ليلة القدر شايف أعطيتك سؤال سهل عشانك تعلمت بمدرسة أنا أتعلم فيها وبتربحي هدية من حلويات القدس من كلك رمضان كريم ألف مبروك علينا وعليكم مشاهدينا ومكملين حلقتنا من اكسترا سبورت كفر قرع زي ما قلت لكم اكسترا سبورت عم بيحضر حل جديده خصيصا لرمضان والعيد فتعالوا وزوروا المحل في مدخل كفر قرع السلام عليكم وعليكم السلام تعرفنا حالك ادم ربيع من وين من ام الفحم من ام الفحم اهلا وسهلا فيك من مصمص مصمص ولا ام الفحم مصمص ما احنا جيرانكم تعرفينا حالك ميرا كمان من مصمص ولدتو أمه طيب انت شو جاي تساوي هون جاي اشتري بوت للفوتبول شو بتلعب فوتبول اي مركز بالفوتبول هجوم على اليمين هجوم على اليمين حلو حلو وحضرتك شو بتساوي انا عاملة اجتماعية وبشتغل بابحاث طبية بمستشفى رمضان ابحاث طبية يعني في نوع معين مثلا امراض وهيك عنا ابحاث متنوعة الاغلب بالقلب يعني امراض القلب تخصص في القلب ايوه وكيف بنميت يعني امراض باطنيه قسم للامراض الباطنيه حلو هو بالاونه الاخيره كثير عم نلاحظ في كثير حالات وفاه من كان من ذبحه صدريه وهيك مزبوط في ازدياد عند الجيل الصغير بالاخص يعني شباب في بعد طلع معكم إشين وشو الاسباب شوف اليوم مليان ادويه لا طبعا اللي بتحاول انها تمنع قد ممكن حالات من هالشكل بس هاي الأدوية طبعاً بتمرق سلسلة أبحاث طبية قبل ما تنزل على السوق وتكون يعني موافق عليها أو مصادق عليها فإحنا بنعمل من هاي نوعيات الأبحاث والله بعد المقابلة نجي على ربحك بدون مسألة يعني عشان نستفيد منك بالمعلومات يعني طبعاً إن شاء الله الله يشفي الجميع ويكون الإشي يمرق خاصة برمضان يكون صيام سهل على الجميع خاصة المرضى طيب راح أسألكم سؤال إذا بتعرفوا جواب تربحوا هدية اشتريت إشي بعدك ولا بعدك اشتريت
اشتريت؟ طيب نربحك هدية نص الشروي. ماشي. أين توجد حاسة الشم عند الثعبان أو الأفعى؟ أعطيك احتمالات. في الجلد، في الأنف، في اللسان. جلد. بتوقع الجلد. الجلد إجابة خاطئة. ظل عندكم في اللسان أو في الأنف؟ لسان. برضو اللسان. جواب نهائي؟ أنت قرر. آه. عشان نربحك. آه. للأسف. لا مش غلط. كان لازم التلفون زمان أحطه بجيبي عشان جوابكم صح. جوابك صح مالك. لا ولا فير. زيها زينا. لا. اللسان الشم. فيش عنده أنف. أنا بخلال ما سمعتش القسم الأول. رمضان كريم. خلاص واحد على تذوق ميت جوع. بس هو ما فيش ردة فعل. ربحت أنت عارف. شو ربحت سبته بتروح تشوف. طيب رمضان كريم ألف مبروك ومبروك عليك الهدية من إكسترا سبورت. شكرا. شكرا. رمضان كريم. يسلم. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من محلات اوبتينايز في كفر قريع، واليوم حاضرين لكم سؤال ببطبط. كيف ببطبط؟ راح تشوفوا. بس قبلها راح نعلن عن الرابح اللي كان معنا في الحلقه السابقه، والجواب كان ساعه كامله، والرابح هو منير عمر مرعي. فياريت الاخ او الاستاذ منير يتواصل معنا على الرقم 0524641341. وسؤال الحلقة لليوم، ركزوا معي عشان ما تبطبطوش وانتوا تكتبوا في الجواب. صف من البط، بطة بين بطتين، وبطة وراها بطتين، وبطة قدامها بطتين، كديش عدد البط؟ عرفتوا؟ ممتاز. يلا تقعدوش تحسبوا، اكتب وانت بتتفرج. ايوه اكتب. ايوه هذا الرقم الصح. اكتب في التعليق، اعمل شير، نعمل لك سحب تربح هدية من اوبتينايز. وتعالوا معنا على الحلقة. نظاراتك اوبتينايز حلوة وبتلبق عليك، بتشوف الصحة بعينيك وبتخلي الدنيا نايس حواليك. اوبتينايز اوبتينايز. مشاهدينا مكملين حلقتنا من سنتر ناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفنا حالك؟ ايمن طيارة. ايمن بعرف انك انت مصور. ايه مزبوط. ابو علاء برضو مصور. لا بس كيف الشعور انك توقف قدام الكاميرا مش وراها؟ الشعور شوي بضغط يعني، بس عادي. انت بتعود تصور؟ بتعود اصور دائما وراء الكواليس. ترتاح اكثر يعني؟ طبعا. شو اكثر كاميرا انبسطت تشتغل فيها؟ السوني. هسه بيزعل ابو علاء. ليش؟ شو معه؟ معه كاميرا ممتازه، معه باناسونيك. انت بتحب السوني. طيب نفس العيله باناسونيك وسوني. طيب اسالك سؤال، بما انك صرت بسنتر ناس بلكي ربحت معنا هديه. كم عدد صور القران الكريم؟ 114 صورة أعتقد. بدكش احتمالات؟ لا 114. متأكد؟ متأكد. طيب وأنا بديش أفشلك يعني، جوابك صح. بتربح معنا ديم سنتر ناس. بنقول لك رمضان كريم، وإن شاء الله المرة الجاية أنت بتصورني برضو إن شاء الله. محل أبو علاء إن شاء الله. لا محده كمرتين. إن شاء الله. رمضان كريم، كل عام بخير. مشاهدينا احنا موجودين في مراد سنتر في كفر قريع ومعنا ضيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرفنا على حالك؟ محمد حمودة. من وين محمد؟ من غزة. اهلا وسهلا فيك وباهل غزة. سمعت السنة هيك شوي ساعدوكم بالتصريحات وسهلوا لكم الامور. الحمد لله رب العالمين. الله يرزق جميع خلقه ويرزق الناس اللي بغزة ويرزق الناس الغلابة والمسكين، وربنا هيك يفرجها علينا وعلى جميع خلقه يا رب ان شاء الله. كيف الاجواء بكفر قريع؟ كيف شفت استقبلوك الناس هون؟ والله انا شوف انا جيت يعني جيت قبل هيك على كفر قريع، واليوم اليوم جيت في رمضان يعني اول يوم، وانا اصلا اخويا هون، وانا من اول مره جيت هون على كفر قريع انا سميته ام الدنيا صراحه والله.
انا حبيت يعني لانه ناس محبوبين وناس كمان يعني بيحتضنونا احنا يعني اهل غزة وبقفوا معنا ويعني بتحس يعني انه احنا يعني في بيوتنا هنا بصراحة. مش يعني اهلا وسهلا فيك وفي كل اهل غزة طبعا. كفر قريع بلدكم الثانية وانت ما تعتازوا اشي طبعا اهل كفر قريع في الخدامة. الله يديمك يا عم عراس، الله يبارك فيك، رمضان كريم يا عمي. علينا عليك. طيب هاي خلصنا تعارف، اصلا نرجع للبرنامج. احنا برنامج اسمه طور روحك، انت مطور روحك، شكلك مطول على اخر انت. الحمد لله رب العالمين. طيب احنا يا محمد بدي اسالك سؤال، اذا بتعرف الجواب بدك تربح هدية من مورات سنتر، منهم من المحل بما انك صرت فايتون. سمعت عن نهر النيل؟ اكيد نهر النيل في مصر صحيح. من وين بينبع؟ من اي دولة؟ راح اعطيك احتمالات، من السودان، من تشاد، ولا من اوغندا؟ من السودان. لا نحذف لك هاي الاجابة، ظل عندك تشاد او اوغندا. من اوغندا. اوغندا صحيح. من اوغندا. اوغندا صحيح. شو مكتوب؟ اوغندا. اوغندا اجابة صحيحة. ليش بتردد؟ جوابك صح يا محمد، وبتربح معنا هدية من مراد سنتر. من كلك رمضان كريم. الله يكرم يا عمي، كل عام وانت بخير، ربنا هيك يكرمكم بالخير كله، وان شاء الله بتكونوا من معودين يا رب. يجي عليكم الخير يا رب. الله يبارك فيك. مشكورين يا عمي. مشاهدينا مكملين حلقتنا من امام الممشى في كفر قريع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا تعرفين حالي؟ ايه اسمع عسلي. ومين معك؟ احلى اختي بنت صفي سابقة. هلا هي بتعرفك على حالها، بدهاش تحكي شايفة. انت المسؤولية عليك. اهلين. بدي اسألك كيف الرياضة هيك برمضان؟ منيحة. الأول يوم، أنا أول يوم بعمل رياضة. أول يوم؟ أول يوم. فتسألني سألة، هي بتجي يوميا، هي خبرة. هي خبرة. طيب أنت والرياضة بشكل عام، أنت بتمارس الرياضة يعني قبل رمضان؟ بحاول بشكل عام، يعني بحاول أمارس الرياضة. ممتاز. طيب راح أسألك سؤال خاصه بالطبيعة وأعطيك احتمالات تطمن يعني، والهدية إذا بتعرف الجواب من محل حكاية. في عندك حدا بس بالرياضة حكاية ولا خاصة؟ ولا خاصة. بتعطيها للأولاد أو البنت إن شاء الله. السؤال هو، ما هو الحيوان الذي ينام لمدة 3 سنوات متواصلة؟ دغري دغري. البطريق، الضفدع، الحلزون. الحلزون. أخرى مرة، بطريق، الضفدع، الحلزون. البطريق. لا البطريق غلط، ضل عندك الضفدع والحلزون. طيب الحلزون. جواب نهائي. جواب نهائي. نهائي يلا. طيب هات نشوف. انت تشوف. طيب الحلزون، بس انا قلت لك من الاول الحلزون، حاولت اخربطك. اجابه صحيحه، وبتربحي معنا هديه من محلات حكايه. تفضلي. من كلك رمضان كريم، الف مبروك. تسلم تسلم. شكرا، يعطيك العافيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعرفنا على حالك؟ أنا فراس نخاش. فراس شو بتساوي قبل الإفطار قبل ما أمشى؟ والله نضيع وقت هيك. عملتوا رياضة؟ الحمد لله. كيف الرياضة برمضان؟ منيحة بس متعبة هيك. متعب مع الصيام؟ متعبة. وشو بتشتغل حضرتك؟ أنا شو بتصيم والله. متعب أكثر يعني. شو ننساوي؟ طيب يعطيك ألف عافية. بما أنك أنت يعني هون صرت موجود، فكنا يعني بدنا نسألك السؤال، وشو بلكي ربحت معنا هدية؟ الهدية من مصانع بريحين. السؤال بيقول، ما هو الحيوان الذي يتميز بظهره المكسي بالأشواك؟ القنفذ. القنفذ. شو القنفذ؟ شو اسمك؟ شام. وهي شام عرفت الجواب، انت واحد صايم. جيت تحكي احتمالات ولا هي بتجاوب؟ القنفذ. خلاص جواب نهائي. جواب نهائي خلاص. جواب نهائي، اللي يربح هدية شام. شام تربحي معنا هدية من بريحين، ومن كلكم رمضان كريم والف مبروك. الله يكرم علينا وعليك ان شاء الله.
مشاهدينا مكملين من اخر الممشى. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا. تعرفين حالي؟ غصون ابو فني من كفر قرع. صفاء ابو فني. انت قرايب؟ اه. بنات عام. بنات عام. انا كل يوم يعني بنتبه انه بتعملوا رياضه. مزبوط. كل يوم تقريبا. كل يوم بحاول احكي معك تقبليش. اليوم وافقت بالصدفه. طيب بما انه وقفتكم بنات عام صعب اربح بس هدي واحدة. اسالكم سؤالين وربحكم الثنتين اذا عرفتوا الجواب. طبعا اذا ما عرفتوا الشيء كيف بدي اربح؟ يعني بجوز واحدة تربح بجوز. طيب نبلش مع غصن. تخافيش بعطيك احتمالات. يعني من هو سيف الله المسلول؟ عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب. خالد بن الوليد. جواب نهائي؟ نهائي طبعا. واجابه صحيحه. بتربحي معنا هديه من مراد سنتر. ننتقل لصفاء. صفاء. طيب صفاء تعطي شو اعطيك من التلفون؟ تعطيك سؤال من عندي. تخليكي حدا ورحتي بلك. اسمعي اسمعي اسمعي. معرفتيش تعديها. هذا الجواب فيه له اكثر. هذا السؤال له اكثر من جواب. ماشي ركزي فيه. بس ثلاث شغلات عندنا: سفينه، طياره، وسياره. اعطيني ثلاث اشياء مشتركه بين كل هذول. ثلاث اشياء مشتركه. سفينه، طياره، وسياره. لا اشي بالمبنى تاعها مش بالفعل. اشي بالمبنى. كل الهليكوبتان، كل اللي في حدا بسوكن بنفع مبنى يعني كشكل يعني. وكلهم الهن زي ال اشياء مشتركه. الهيجي الهيجي. اوكي طيب. في عجال السفينة. لا لا طيب قلنا اللي بسوق والهاي شخرة بس فيك ملان اشياء. المقاعد، الكراسي كمان بنفع. في كراسي بس مش بالسفينة مش كثير. اما في طيب هاتي اخر اشي. خلاص بالثلاث خليهن ربع. بس هذا الشوفير يعني نص نص. بدنا اشي يعني. تخيل في الشوفير لسه شفتي سيارة. شبابيك. شبابيك شبابيك. بس مش كل السفن فيها. بس انه يلا جرب فكروا باخر اشي. اخر اشي يلا. هودي يلا. كبتان. كلهن الهن منوع. مطور. مطور. يا سلام والله. لا جاوبتي اجوبه منطقيه وحلوه. وبتربحي معنا هديه من محلات برنس في كفر قرع. من كلكم رمضان كريم وكملوا رياضه. عليكم شكرا. يسلم عليك. مشاهدينا عودناكم دائما نيجي على مطعم العكاوي ونربح هدايا. واليوم معنا صاحب المطعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا المشاهدين. تعرفنا ابو عماد العكاوي. اهلا وسهلا فيك. انا شايفك هنا. الناس تنصح دائما يجي ياخذوا الحمص. الحمد لله. الحمد لله. شو السر ودكش تقولنا؟ السر انه حمص عكاوي اصلي والناس بتحب الخبز وبتحب الحمص تبعنا والكبه والفلافل. طبعا اللي بيشتري حمص فول بنعطي الفلافل علينا. الفلافل عليكم. الفلافل علينا برمضان. بارك الله فيك. وشو بتحب تقول للناس بمناسبه رمضان؟ كل عام وهن بخير، كل سنة وهن سالمين. إن شاء الله بنعاد علينا رمضان بالصحة والعافية والسلام على هاي المنطقة. تسلم. وإن شاء الله بنضل نشوفك كل يوم إحنا. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم. طور روحك انسى همومك بيك مقسومة في شهر الخير.